بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي والمباراه الاهم في ليله افريقيه جديده للنادي الاهلي يستضيف فيها باذن الله شقيقه الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا باستاد الرعب استاد القاهره الدولي. مباراه مرتقبه كل الجماهير بتنتظرها، طبعا عندنا امل كبير جدا 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 وان شاء الله يتحقق بالبطوله رقم 11 الافريقيه للنادي الاهلي باذن الله. طبعا النادي الاهلي الفتره اللي فاتت في المباريات المحليه لعب 3 مباريات والحمد لله كان الفوز من نصيبه وتحقيق العلامه الكامله بالتسع نقاط بالفوز على امبي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا. طوينا الصفحه ديت والنهارده بنعود مره اخرى للبطوله الافريقيه والمباراتين الاهم الان في المراحل الحسم النهائيه للبطوله. النهارده مباراه الذهاب ان شاء الله والعوده ان شاء الله هتبقى يوم الاحد القادم في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. ان شاء الله يكون الكاس من نصيب النادي الاهلي وزي ما قلنا اللقب رقم 11. دي المره 16 اللي بيوصل فيها النادي الاهلي لنهائي البطوله. ماتش مهم جدا لان دي الخطوه الاولى، يعني هقول دي اول خطوه ان شاء الله في الطريق لحصد لقب البطوله. زي ما حضراتكم عارفين نادي الاهلي بيلعب دايما على البطوله فقط. نادي الاهلي بيلعب طبعا معانا بعض الكواليس من فندق الاقامه وانا دايما ببص على العيون. العيون بيبقى فيها تركيز، فيها ترقب، فيها طبعا احيانا بيبقى فيه قلق شويه ولكن قلق صحي. المباريات اللي زي ديت مباريات مهمه جدا 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 وطبعا مباراه صعبه سواء هنا او هناك، انما ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي يحسمها لصالحه باذن الله. ولو ان انا متوقع ان الحسم هيكون في المغرب ان شاء الله والنادي الاهلي هيحسمها من هناك باذن الله. طبعا النادي الاهلي لو اتكلمنا سيد اسياد افريقيا بالارقام، معانا اللعيبه فندق الاقامه زي ما احنا شايفين طبعا علامات التركيز على وشوشهم، انما حتى لو في قلق تحس في بعض الاحيان ان هو قلق صحي لان انت بتلعب نهائي بطوله.